منتخب زيمبابوي في الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين والتي تستضيفها جنوب أفريقيا، ويطمح رفاق البدري في معانقة الفوز من أجل التأهل للنهائي. تفاصيل أكثر عن استعدادات المنتخب للمباراة مع مفادنا معتز الخريف. بات المنتخب الليبي قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نهائي النسخة الثالثة من بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين. الفريق تحول إلى مدينة بلومفنتين التي ستشهد مباراته مع زيمبابوي، وأجرى تدريباته الأخيرة صباح الثلاثاء والتي تركزت كعادتها في التدريبات الاستشفائية للاعبين. ان شاء الله باذن الله نحن كيف ما قلت لك ان شاء الله نطلع مباراه الكونغو اللي فاتت، قلت لك ان شاء الله نوصل النهائي. ان شاء الله باذن الله نحن قاعدين على المسيره هذه، ان شاء الله نفوز المباراه الجايه، وان شاء الله نكونوا في النهائي، وان شاء الله نروحوا بالكاس. بارك الله فيك. يعني ضروري نكونوا مركزين، انا لا قدر الله لو كان فينا خش، يعني كان قبلنا هدف، من الصعب ان احنا نعوض. انت عارف ليش اعتبر نصف نهائي مش دوري مجموعات او دوري، يعني مش كيف البدايه، مش كيف دوري المجموعات، هذا يكون اصعب. ان شاء الله باذن الله نستفيد من الاخطاء اللي درناه في دور المجموعات وفي مباراتنا اللي فاتت. ضيق المده بين المباريات القى بظلاله على اللاعبين، بحيث اجهض عضليا كثير منهم. اما فيما يتعلق بالاصابات فقد قال طبيب الفريق بان نسبه جاهزيه نشنوش وشطيبه والفيتوري تصل الى 90%، فيما يبقى اختيارهم في التشكيله الاساسيه شان اصيل للمدرب العام. والله باذن الله مباراه غدوه خشينا على زي ما نقول احنا بليب بكل قوه ودفاع، وباذن الله حنروحوا بها، حنروحوا بالبطوله ان شاء الله. اكيد شيء طبيعي، ما علاش جايين احنا اصلا هنا، جينا اصلا مش نروحوا بالبطوله باذن الله. المباراه اللي فاتت كان ما كانش سهله، الاولاد كانوا في موعد، ما كانش مباراه 90 دقيقه، كانت 120 دقيقه، وان شاء الله باذن الله الجاي انا بالبلد ما يخدمناش في المباراه الجايه، وان شاء الله باذن الله مع اكتمال كل صفوف الفريق ان شاء الله باذن الله نحققوا الفوز ونوصلوا النهائي ان شاء الله باذن الله. كليمنتي انتقد منظمي البطوله كون منتخبنا الاكثر تنقلا بين المنتخبات الاخرى، مما قد يؤثر على العامل البدني للاعبين، مؤكدا بان لكل مباراه معطياتها بما فيها مباراه زيمبابوي التي تابع منتخبها جيدا. في أي مباراة هناك تحضير تكتيكي، تطبيق تكتيكي، وتحضير دافع، يعني كيف أنك أنت تحفز اللاعبين من حيث أنهم يدخلوا المباراة بدوافع إلى غير ذلك. طبعا كما تعلم أن الدافع في هذه المباراة موجود، لا يحتاج المدرب أن يحفز اللاعبين، لأن اللاعبين أنفسهم سواء اللاعبين الليبيين أو اللاعبين فريق زيمبابوي يريدون الوصول إلى النهائي. طبعا هذا هدف وحلم جميع اللاعبين داخل أرضية الملعب، 22 لاعب داخل أرضية الملعب. المفروض اكثر في كد اكثر ايام راحه، مش انك انت تلعب مباراه زي هذه سيمي فاينل او نصف نهائي، وايضا يمكن كنا يلعبون نحن نلعب المباراه في المساء مش في الساعه الخمسة، هذا كله حيأثر من ناحيه استرجاع واستشفاء اللاعبين لان الوقت قصير. هذه واحده من الاشياء اللي المدرب يعني يلوم فيها تنظيم منظمين هذه البطوله. مواجهة إما ستعزز حظوظ منتخبنا بالظفر بأول لقب إفريقي، أو أنها ستجعل كل تلك النتائج الإيجابية مجرد أرقام بسجلات الكاف. معتز الخريف، ليبيا، لكل الأحرار، جنوب إفريقيا.